في الحارة 2. زبيدة من تركيا مواليد 1995، جيسيكا من برمودا مواليد 1993 في الحارة 3، وسامانثا البريطانية في الحارة 4 1986، كاترين السويسرية في الحارة 5 1995، وحميدي من تركيا راح تكون في الحارة 6 مواليد 1993. أنيتا والانطلاق الآن، السويسرية وكوثر أيضا زاهي من الجزائر، والانطلاق بقوة بالنسبة لهذا السباق. كاترينا في المقدمة ومعها أيضا سامانثا، من ستكون صعبه دخول قوي أيضا لهذه المتسابقة. كاترين بكل قوة، انتظار ايضا لجنة التحكيم لان دخول قوي كان. كاترينا في المركز الاول، اذا السويسرية هي صاحبة المركز الاول في 15 ثانية و 49 جزء من الثاني. البريطانية سامانثا في المركز الثاني 15.56 جزء من الثانية، والتركية حميدي في المركز الثالث 16 ثانية فاصلة 62 جزء من الثانية. هذه إذن المراكز الثلاث الأولى.